يعد مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة أول مركز متخصص للحفريات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من الحفريات من العصور الجيولوجية المختلفة. المركز الذي تم إنشاؤه في عام 2019 ويهتم بدراسة التراث الطبيعي للحفريات التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين. اكتشافات كبيرة وإنجازات مهمة حققها مركز الحفريات بجامعة المنصورة على مدار سنوات وهو ما جعله أحد أهم المراكز في العالم نظرا للكشف عن الكثير من النظريات التي ساهمت في كشف طبيعة الحياة منذ آلاف السنين المركز يعد أول مركز متخصص الحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية والتي يرجع عمرها عشرات بل مئات الملايين من السنين اكتشافات المركز المتتالية والتي أثرت عالم الحفريات بالكثير من المعلومات جعلت المركز حديث العالم ومزارا للعلماء من جميع الدول والتي كان أهمها اكتشاف سادس ديناصور مصري وأول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري وسمي باسم جامعة المنصورة المنصورة سورس والذي يعد آخر عصر لظهور الديناصورات ومن أبرز اكتشافات المركز أيضا حفرية حوت دوردون أتروكس وذلك ب طول خمسة أمتار والتي عاشت منذ ما يقرب من 37 مليون عام واكتشاف حفرية حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام وذلك بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة. من أهم الاكتشافات على الإطلاق بالنسبة للمركز واللي قدمنا للمجتمع الدولي والمجتمع المحلي كان اكتشاف الديناصور منصورة سورس واللي سميناه على شرف جامعة المنصورة واللي لقى يعني كانت وكالات الأنباء العالمية العالميه بتتكلم عنه بشكل كثيف جدا في سنه 2018 واللي خدنا منه الفيم او الشهره العالميه والمحليه آه وكانت من اهم الحاجات اللي قدرنا نوصل بيها باكتشافاتنا ان خلينا رجل الشارع المصري ورجل, ورجل الشارع العربي يتكلم عن حفريات وديناصورات والتراث الطبيعي اللي المصري آه او العربي بصفه آه عامه يعني المركز نشر اكثر من عشرين بحث دولي في كبرى المجلات العلميه العالميه والذي وثق فيه انواع جديده من الكائنات التي عاشت قبل ظهور الانسان بملايين السنين كما ساهم في تغيير العديد من النظريات السابقه عن الحياه البريه قبل وجود الانسان على الارض الجهود العلميه للمركز تمثل اضافه لدراسات التراث الطبيعي المصري والافريقي حول الحفريات وخاصه حفريات الحيوانات القديمه والتي تسهم يوما بعد يوم في كشف الغاز علميه مهمه